قنديل الكاتب الصحفي، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من باريس. ومشاهدينا الكرام، ضمن متابعتنا للشأن المصري، قال الصحفي سامي كمال الدين إن قوات من الشرطة المصرية داهمت منزل والديه بمدينة نجع حمادي في صعيد مصر. وقال كمال الدين في تغريدة على حسابه في تويتر إن هذه القوات تضغط على والدي 75 عام وأمي 65 عام للحصول على اعترافات منهم تقر بأني إخوان وإرهابي ومعهم صوت الأمة. صحفية دينا الحسيني. واليوم السابع وإكسترا نيوز، وهذا عقب حديثي عن فساد آية عبد الفتاح السيسي ووالدها. وأكد كمال الدين ما هكذا تورد الإبل يا محمود السيسي، في إشارة إلى نجل الرئيس السيسي ووكيل جهاز المخابرات العامة. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة الكاتب الصحفي سامي كمال الدين. أستاذ سامي، ما الذي حدث؟ أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا بك. الحقيقة هي ليست المرة الأولى التي يتم بها محاولات الضغط والتي تمارس على أهلي أو تمارس حتى علي أنا للعودة إلى مصر، محاولات غريبة لنعتي بصفة الإخوان الإرهابيين. وأنا أدافع عن الإخوان، معروف أني لست بإخوان ولا أنتمي إلى أي طيار وشخص مستقل. وكنت أتمنى ألا يحاول العميد محمود السيسي تحميل والدي ووالدتي مشاكل البلد، كان أولى بهم أنهم يحلوا مشاكل مصر اللي بتغرق والبلد اللي ضيعة والفساد اللي موجود فيها، وكأن أبوي وأمي هم اللي يحلوا المشاكل اللي موجودة في مصر. محاولات طوال الوقت للضغط عليهم، الحديث على الإعلام. عفواً أنا عايز أسمع منك، وبالتأكيد الناس عايزين يسمعوا منك التفاصيل أستاذ سامي، إيه اللي حصل دلوقتي في منزل والديك في صعيد مصر؟ من يومين تواصلت بعض الأجهزة مع والدي ووالدتي وطلبوهم وقعدوا معاهم وطلبوا يعملوا فيديو يقولوا فيه إن أنا إخواني وإرهابي وإن أنا صديق للفنان والمقاول محمد علي وإن أنا بدعمه وواقف وراه. فأبوي قال لهم أنا ما أعرفش مين محمد علي ومليش علاقة بسامي ومليش تواصل معه، وده حقيقي، أنا ثلاث أرباع البلد بتأيد عبد الفتاح السيسي بكل أسف. وقالوا له طيب يعني وقت طويل علشان يعمل الكلام ده، قالوا له إذا ما عملتوش دلوقتي هتعمله بطريقة تانية. النهاردة تم تسجيل اعترافات أو تسجيل كلام ليهم بموافقة المخابرات الحربية وموافقة الأمن المصري مع صحفية اسمها دينا الحسيني في صوت الأمة وعدد من الصحف زي اليوم السابع وفضائيات تتبع النظام المصري. سألوهم إن هم ليه ما تضغطوش على سامي إنه يرجع، اضغطوا على زوجته وأولاده تكلموه، يعني كلام يعني أحكي لأقوله على ال هيطلع لكم بكره ولا دلوقتي يطلعوه ويقولوه. وقالوا ابويا قال لهم اني انا ماليش علاقه ان انا اضغط عليه وماليش سلطه اضغط عليه. كنت اتمنى يا استاذ احمد ان تاتي لي المخابرات الحربيه وتسالني في تركيا او في الدوحه او في اي مكان، كلمني محمود السيسي وقول لي اسالني هل انت صديق لمحمد علي، سوف اقول لك نعم انا صديق لمحمد علي واتواصل معه ليس كل يوم بل كل ساعه، وهذا لا يعيب محمد علي. نعم انا ادافع عن جماعه الاخوان وانتقد الاخوان، ادافع عن الاخوان في القبور وفي السجون، هذا هو موقفي، انحاز الحق والحقيقه. ولو كان السيسي مكان محمد مرسي لاتخذت نفس موقفي في الدفاع عن محمد مرسي. فاذا باهلي ان انت تحملهم موقف انا واخده، يعني انت بتقول لي ارجع مصر وفي نفس الوقت بترمي زمايلي واصحابي في السجون وبتبهدل اهلي وتاخد منهم اعترافات ان انا ارهابي وان انا اخوان، طب انت عايزني ارجع مصر اعمل ايه؟ لن تتراجع عن موقفك عموما، وقد تم التسجيل للوالدين يا سامي بشكل ما. نعم طبعا انا موقفي اتخذته للاسف، يعني يجب ان يفهم هذا النظام المستبد ان هذا موقف شخصي اتحمله، لا تتحمله زوجتي ولا اولادي ولا ابي ولا امي ولا اي شخص في الوجود ولا اخي، هذا موقف خاص بي، ما فيش اي شخص في الكره الارضيه له علاقه بهذا الموقف. وانتم عارفين، كل الناس عارفه ان انا لا اخوان ولا جماعه اسلاميه ولا ولا ولا، انا شخص مستقل برايه يدافع عن هذا الوطن، وانا ليست لدي اي مشكله مع الدوله او المخابرات او النظام المصري، مشكلتي فقط في اسقاط عبد الفتاح السيسي. كان الله في العون، أشكرك شكرا جزيلا. أنا قبل الشكر عفوا، هل عندك أي حاجة حابب تقولها في هذا السياق سامي أم لا، قبل أن أشكرك يعني وأنهي اللقاء؟ الحقيقة يؤلمني أن تكون دولتي ووطني هي معذب أهلي. نعم. ويؤلمني أن أكون في غربة قاسية ولا أستطيع أن أعود إلى أبي وأمي وأتخذ موقف حقيقي معهم وبقول لهم أنا آسف أبوي وأمي، يعني أنا أتمنى أنهم يتبروا مني، يقولوا انهم ما لهمش علاقه بيا، انهم ما ولدونيش، لان هذا
موقف شخصي أتحمله أنا بانفرادي وليس أهلي. شكرا جزيلا سامي كمال الدين الكاتب الصحفي، كنت معي عبر أسكايب، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، المسائية مستمرة وبعد الفاصل باقي فقراتنا وفيها مباشر مع محمد الفكي عضو المجلس السيادي السوداني والمتحدث باسمه، ابقوا معنا.